اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، ونروح لمنى شرقاوي تطمنا على اخبار الجو النهارده. يا منى صباح الخير عليكي، وقولي لنا اخبار الجو في برمهات ايه؟ صباح الفل عليك يا هدير، صباح الخير عليك يا شاذلي. المثل له كماله كمان يا شاذلي، زي ما انت كنت بتقول برمهات انزل الغيط وهات السبع حاجات، فولات وعدسات وبصلات و ايه تاني بقيت السبعه عايزه افتكرهم. هو انت كده خلاص يعني؟ انا كنت شايفه ان شاذلي عارف امثال. احنا كده جبنا كل حاجه، فولات وتومات وبصلات، ده كان نسبه للاكل اللي بيتاكل دايما في الوقت ده، لان برمهات بيسلم لبرمودا اللي هو بيبقى فيه شم النسيم، وهو ده الوقت بتاع تمام نضوج المحاصيل والجو الدافي اللي بيساعد على نضوج القمح اللي هو لا هو برد قوي ولا هو حر قوي، فهو ده الجو اللي احنا موجودين فيه. ولكن معلش احنا هيبقى عندنا موجه كده هتستمر معانا 3 4 ايام، هيكون فيها انخفاض في درجات الحراره. تعالوا مع بعض دلوقتي اقول لكم جوله سريعه في احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري، والنهارده في نشاط رياح على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وفي كمان امطار خفيفه لمتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. درجه الحراره النهارده في القاهره 19 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في حلايب 29 درجة، والأقل هتكون في السلوم 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن على طول نروح لشاذلي وهاني نبتدي معاهم النهاردة. تفضل يا شاذلي وتفضل يا هدير. بنشكرك منا، وزي ما منا قالت في انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأربع أيام اللي جاية، فياريت الناس تخلي بالها، اللي بينزل بالنهار وهو مخفف شوية ياخد معاه جاكيت عشان لو هيتأخر بالليل.